السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. كيف تزيد من كمية السائل المنوي والحيوانات المنوية بدون استخدام أدوية؟ ده الفيديو الثالث. كنت عملت فيديو رقم واحد عن زيادة الحيوانات المنوية والسائل المنوي باستخدام أساليب بسيطة جدا، وهي إنك أنت تمتنع عن التواجد في الأماكن الحارة، زي ما بتقعد في حمام ساخن، حمام ماء ساخن، أو ساونا، أو حمامات سباحة ساخنة لفترة طويلة، لأنها بتضر بالخصية وبتقلل من كفائتها. وعملت الجزء الثاني اللي هو ازاي تزيد السائل المنوي والحيوانات المنوية حجما باتباع اسلوب الحياة الصحي والتركيز على الأطعمة المعروف انها بتزيد من كمية السائل المنوي وتحسين الحيوان المنوي. اليوم الجزء الثالث هيكون عن زيادة الحيوان المنوي والسائل المنوي باستخدام مكملات منشطة ومحفزة لإنتاج السائل المنوي والحيوان المنوي، مكملات أو سوبلمنت طبيعية. بداية خلينا نعرف إيه العوامل اللي بتؤثر على حجم السائل المنوي. باختصار شديد جدا هي مستوى هرمون الذكورة التستوستيرون، عدد الحيوانات المنوية، حركة الحيوانات المنوية، القدرة على الانتصاب، الرغبة الجنسية. ده باختصار. بالتفصيل هنشوفه، هعمل لكم فيديو آخر نشوف الحاجات دي بتأثر ازاي على كمية السائل المنوي. نبتدي نتكلم عن المكملات الطبيعية المعروف عنها أنها تحفز الجسم في إنتاج السائل المنوي والحيوانات المنوية، فخليكم معايا. لو شفنا السوق هنلاقيه مليان بالمكملات اللي بيدعي إصحابها أو صانعوها إنها أفضل مكملات تزيد حجم السائل المنوي. طب إحنا نعرف إزاي؟ في تقريبا 3 مقاييس. اول مقياس هو ان احنا، انت عارفين، معظم الحاجات دي او كلها تقريبا بتباع على اونلاين في المتاجر الالكترونية، وبالتالي المتاجر الالكترونية بيبقى عليها ريفيوز، فاحنا بمراجعة الريفيوز بنشوف كام واحد استخدم. طبعا في متاجر ثقة زي امازون وكده بفعلا بيقبلوا الريفيو أو التقييم بتاع المستخدم اللي اشترى هذا المنتج، ما بيقبلوش أي واحد. فبنشوف كام واحد عمل تقييم ونقرأ التقييمات بتاعتهم، دي حاجة. وحاجة تانية، في تقييمات لمواقع متخصصة في التقييم، وفي مواقع منها معتدلة ومحايدة ومشهورة، دي أول حاجة. تاني حاجة، نبص كويس قوي على المكونات اللي موجودة على العلبة بتاعة المنتج، وإحنا عرفنا ايه هي العوامل اللي بتزود من كمية السائل المنوي. فلو هذه المكونات اللي موجودة على العلبة معروف انها بتزود حاجة من العوامل اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، يبقى اذن هي هتزود السائل المنوي. ده المقياس الثاني. المقياس الثالث هو الشركة نفسها وسمعتها في العالم. بنقدر نعرف سمعة الشركة في العالم برضو من مواقع المراجعات والتقييم، بيقول لك الشركة دي ليها كم زبون، والشركة دي حجم مبيعاتها قد ايه، والشركة دي عمرها في السوق 10 سنين ولا 20 سنة ولا 40 سنة. كل هذه الامور بتديك فكرة اذا كان المنتج ده بتاعها جيد ولا لا. يبقى باستخدام المقياس الاول هنشوف المركب المنتج فيه مادة بتساعد على زيادة حجم العوامل، زيادة التستوستيرون، زيادة الموتيليتي بتاعت السبير، بزيادة الكاونت، زيادة الرغبة الجنسية. كل هذه الأمور بتساعد في النهاية بشكل مباشر أو غير مباشر على زيادة كمية السائل المنوي. فلو المنتج فيه حمض أسبارتيك أسيد، أوكي، يبقى ده بيساعد على أنه يزود هرمون التستوستيرون. ولو فيه العشبة بتاعت الحلبة، ده برضو بيزود هرمون التستوستيرون. وحاجة تانية اسمها أشوى جندة، دي مباشرة بتزود من حجم السائل المنوي والحركات وحركة الحيوانات المنوية وعددها. وفي حاجة اسمها جذور المكة بتساعد على تقليل حالات ضعف الانتصاب، زيادة الحيوانات المنوية قدرتها على الحركة. وأخيرا الزنك
طبعا معروف في كل حاجة، الزنك ده بيدخل في كل شيء، ومنها تحقيق التوازن ما بين مستويات هرمون التستوستيرون وجودة الحيوانات المنوية. وفي مكملات أنا مجربها على المراجعين بتوعي والأصحاب والحبايب وبوصي بيها، بس مش هقدر أتكلم عنها صراحة هنا عشان ما تبقاش دعاية صريحة لهذه المنتجات. لو انت عايز تزود حجم السائل المنوي باستخدام مكملات وعايز تعرف المكملات اللي انا برشحها، ممكن تضرب على الرابط تحت هذا الفيديو. اذا حبيت تتواصل معايا فالموضوع سهل جدا، تتواصل معايا على الخاص التشات بتاعي اللي موجود على الموقع بتاعي. الموضوع سهل جدا، مجرد ما تفتح الموقع على طول تلاقي الايقونة اللي موجودة تحت في الاسفل على اليمين، تضغط عليها تفتح لك التشات وتقدر تبتدي التشات. الموضوع سهل جدا.